فندم الاول يعني اثني على انه في تنسيق بين حضرتك وبين السيد رئيس الحي وبين المسؤولين في دايره حدائق القبه وتحديدا في منطقه الويلي. خلينا بقى نبدا نتكلم عن المشاكل بشكل محدد. مشكله القمامه هنا يعني صورنا في اكتر من مكان، واضح انها مشكله من المشاكل الواضحه الملموسه. هذه المشكله يعني الى اي مدى متفشيه في الحي؟ الى اي مدى الجهاز التنفيذي يتابع على هذه المشكله ويحاول حلها؟ بص، انا عندي تواصل مع جميع انحاء الدايره في كل المشكلات الخاصه بمشكله القمامه، ويمكن بيجي لي بعض الصور اللي على الفيس والكلام ده، لان عندي لجنه الكترونيه من الشباب شغالين كويس جدا، ويمكن حاول حتى بنطرح مشروع، ولكن هي الازمه دي ازمه قديمه قوي بسبب العقود اللي اتعملت مع الشركات الاجنبيه للم وجمع القمامه في مصر. الشركات دي تعاقدت معاها الحكومه واهملت دور الاحياء وهيئة النظافة في ان هي اللي كانت المنوط بيها اللي كانت بتعمل هذه الاشياء، ولكن هذا كان عقد اذعان هينتهي السنة الجاية. هذا العقود ما ادت حق للمستثمر اللي جاي يجمع القمامة، وفي نفس الوقت ما تقدرش تطبق عليه الجزاءات المنوط بيها ان انا ممكن افسخ لك عقدك، عشان لجأوا للتحكيم الدولي وضغطوا على الدولة بسبب هذه العقود، العقد الفاسد اللي اتعمل منذ التسعينات منذ الالفينات في اخر الالفينات. العقد ده هينتهي تقريبا السنه الجايه. انا عندنا شركه هنا اسمها شركه عرب امل، ما بتقومش بدورها. الدور اللي بيقوم بيه هي هيئه نظافه والحي ان هو بيحاول يلم وراها ويعمل بعض الخصومات عليهم، ويمكن الخصومات دي ما بتهمناش اكتر ما يهمنا ان الشارع يبقى نظيف. انا كان بسرعه، يمكن انت شفت دي حاجات بسيطه، لكن انا عايز اقول لك ان حدائق القبه كانت حولت لجبال من القمامه. توجهت لرئيس الحي ورئيس هيئه النظافه، بقت في حمله دلوقتي موجوده اسبوعيه بتجينا من هيئه الانقاذ بتاعت القاهره هيئه النظافه، وبييجوا كل يوم سبت وثلاث، وانا موجود سوا. ليا هل لك مطالب في مساله القمامه وانتشار القمامه في الدائره؟ انا ليا مطلب اني لازم لو في شركه يبقى بعقد واضح بان انا بطبق عليه الجزاءات في عدم لم القمامه، ان هم احنا بندفع الفلوس، فلوس المواطنين دول بيدفعوها على وصل النور، حقوقهم اللي بيدفعوها، يعني ما حدش بيديني الخدمه دي ببلاش، انا بدفع عليها على وصل النور 5 جنيه او محل بيدفع 15 جنيه، احنا دي حقوق المواطنين، حقوقهم في ان هم يعيشوا حياه كريمه. وان عندنا اشكاليه ثانيه كمان، حاجه اسمها النباشين، ودي عايزه حل برضه من الدوله. النباشين دول بيبقى موجود مثلا صناديق القمامه، فبيعملوا ايه اللي موجوده؟ يروحوا مطلعين القمامه دي وياخدوا منها البلاستيك وياخدوا منها الحاجات اللي تهمهم، ويروحوا رامين منطورين الزباله دي.